السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة بنكمل مع بعض شرح منهج ديسكفر برايمري 3 أو الصف الثالث الابتدائي، ترم 2 أو سكند ترم الترم الثاني. والنهاردة هنبتدي نشرح من ليسون 4 لحد آخر شابتر 3 إن شاء الله، وده في ثيم 3 أو في المحور الثالث. وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ليسون 4 اسمه The Ebers Peppers. Peppers يعني بردية، بردية إبرت أو بردية إبرس. إبرس ده عالم من العلماء برضو، اشترى بردية من البرديات، وهو كان عالم من علوم المصريات. الناس العلماء المختصين بالأثار المصرية دول بنسميهم علماء المصريات أو إيجيبتولوجيست. إيجيبتولوجيست أو عالم متخصص في تاريخ المصري القديم. ده العالم ده كان في سنة 1873 أو 1873، كان في الأقصر، جه من بلده. وهو في الأقصر في الوقت ده اشترى بردية من البرديات من تاجر، ما كانش يعرف البردية دي مكتوب فيها ايه، تاجر باعها له كده بأي فلوس، لأن هي ما كانش يعرف قيمتها عاملة ازاي. العالم ده لما اشترى البردية دي لقى فيها وصفات طبية، ولقاها بردية أصلية من البرديات الأصلية من تاريخ الفراعنة أو من الـ Ancient Egyptians. البردية دي كان موجود فيها علم كبير قوي وأصول كتيرة قوي اتبنى عليها برضو علم الطب الحديث. فهنا بنتكلم عن البردية دي، وهنا بيقول لنا في الدرس ده أول حاجة بيقول لك في الأكتيفيتي Read the following text then answer the questions. فأول حاجة بيقول لك هنا إبرت بيبرس، وده شكلها طبعا أو بردية إبرس. It is an ancient Egyptian medical peppers، أو هي بردية طبية من عصر القدماء المصريين. بيقولك هنا الهيستوري بتاعها أو التاريخ بتاعها. This peppers may have been created between 1550 to 1536 BCE، أو من سنة 1550 لحد سنة 1536 قبل الميلاد. It is about the same age of Edwin Smith Peppers. هي تقريبا ليها نفس العمر بتاع البردية بتاع Edwin Smith اللي احنا اخدناها المرة اللي فاتت في درس اللي فات. This Peppers، البردية دي named by this name، اتسمت بالاسم ده، related to the famous Egyptologist او عالم المصريات المشهور، famous يعني مشهور، جورج إبرس، أو اسمه جورج إبرس، who bought it اللي هو اشتراها in Luxor في لوكسور in 1873 أو سنة 1873. الكونتنت أو المحتوى بتاع البردية دي it includes، هي بتحتوي على over 842 cures أو أكتر من 842 علاج for illnesses للأمراض and injuries والجراح. It has an entire section، هي فيها قسم كامل called بيسمى the book of hearts أو كتاب القلوب that describes اللي بيوصف how blood reaches every part of the human body، بيوصل لكل جزء من أجزاء جسم الإنسان through vessels عن طريق الأوردة. The other parts، الأجزاء التانية of the papyrus الخاصة بالبردية suggest، بتقترح some medical spells، بعض التعاويذ السحرية. The papyrus has both scientific and magical ways، فيها كل من القسمين العلمي والسحري. To identify، لتعرف، and cure، وتعالج diseases الأمراض. In this papyrus، في البردية دي، one cure من العلاجات for a headache للصداع suggests
بيقترح the following التالي. Mix the following material together. إن اخلط المواد التالية مع بعض. Various herbs. بعض الأعشاب المتنوعة. Seeds وبعض البذور. Flour والدقيق. And other ingredients وبعض المكونات التانية. With the water مع المية. Then apply this mixture to the head. وبعدين حط الخليط ده كله على الرأس. طبعا عندنا هنا في question true or false وchoose ده homework عليكم. وعندنا هنا كمان بيقول لنا هنا في الاكتيفيتي التاني compare between Edwin Smith papyrus and Ebers papyrus. قارن بين البردية بتاعت Edwin Smith والبردية بتاعت Ebers according to similar and different things. طبقا لي طبعا ايه according to طبقا لي هم متشابهين في ايه similar things ومختلفين في ايه او different things. بعدين عندنا primary and secondary sources. بيكلمنا بقى عن الموارد المعلومات او المصادر المعلومات الاولية او primary والsecondary او الثانوي. فهنا بيقول لنا في الاكتيفيتي ده read and learn. اقرأ وتعلم. Then answer the questions وبعدين جاوب على الأسئلة. In the previous lessons في الدروس السابقة of this chapter الخاصة بالفصل ده we identified احنا تعرفنا different sources على مصادر مختلفة of information like the source of زي من source of advice مصدر النصيحة that Adams that Adam heard from his family اللي سمعها آدم that Adam hears from his family اللي سمعها آدم من أسرته when he was sick لما كان هو مريض. We also have learned احنا كمان اتعلمنا about medicine عن الدواء in ancient Egypt في مصر القديمة through Edwin Smith Papyrus من عن طريق بردية Edwin Smith and Ebers Papyrus وبردية Ebers. These two papyri يعني برديات البرديتين دول يعتبروا called بيسموا primary sources أو مصادر أولية للمعلومات. وهنا بيعرفك بيقولك إن ال primary source أو المصدر الأولي للمعلومات it is an artifact. Artifact يعني هو أثر من الآثار that comes from a time being اللي جاي من زمن معين studied or from a person who was involved in the event being studied. جاية من زمن معين احنا بندرسه او من شخص معين احنا بندرس الشخص ده او بندرس الزمن اللي كان موجود في الشخص ده. اما فهنا بيقولك مثلا example Edwin Smith Papyrus and Ebers Papyrus بردية Edwin Smith وبردية Ebers دي primary sources. كمان بيقولك newspaper that published a story about an event that a reporter saw. جريدة أو جريدة اتنشرت بتحكي مثلا عن حاجة شافها المراسل أو الصحفي وبيحكي اللي حصل بالظبط. أو interview with a famous person أو مقابلة صحفية مقابلة تلفزيونية مع شخص مشهور. دي كلها تعتبر ايه primary sources أو مصادر أولية للايه للمعلومات. هنا بيقول لك كمان the text you have read القطعة أو النص اللي انت قريته about the two paper the two pieces the two pieces of papers اللي عن البرديتين اللي احنا اتكلمنا عنهم in the previous lessons في الدرسين السابقين are called secondary sources. القطعتين اللي احنا قريناهم دول بنسميهم secondary sources أو مصادر ثانوية. ليه بقى؟
بيقول لك because لأن you didn't get to look، أنت ما حصلتش على نظرة، ما قدرتش تمسك the original papers البردية الأصلية directly بشكل مباشر، but you have read a description of them، أنت قريت إيه وصف بس ليهم، فده يعتبر إيه secondary source أو مصدر ثانوي للإيه للinformation أو للمعلومات. فعلشان كده بيقول لك secondary source أو المصدر الثانوي للمعلومات it is anything، هي أي شيء that describes اللي بيصف interprets evaluate أو بيقيم or analyzes أو بيحلل information المعلومات from primary source عن المصدر الأولي. أي حاجة بتوصف المصدر الأولي تعتبر secondary source أو مصدر إيه ثانوي. وبيقول لك بقى examples مثلا البوكس الكتب articles المقالات articles يعني إيه المقالات بتبقى موجودة في الجرايد documentaries الوثائقيات and لو عجبكم الفيديو ياريت تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم الرابط بتاعهم في الوصف اسفل الفيديو. واللي شايف انه بيستفيد من القناة وحابب يساهم في دعمها واستمرار نجاحها ممكن يدعم القناة عن طريق رقم فودافون كاش اللي ظاهر على الشاشة دلوقتي. And encyclopedias. Encyclopedias يعني موسوعات. موسوعات encyclopedias يعني موسوعات إيه علمية that contain اللي بتحتوي على description and information وصف ومعلومات about an artifact الأثر or an artistic work أو عمل فني. طبعا دي secondary sources. هنا عندنا homework lesson 6 بيقول لنا hospitals then and now، بيكلمنا عن المستشفيات في الماضي وفي الحاضر. الhospitals أو المستشفيات ليها تاريخ كبير قوي، طبعا هي ما كانش شكلها في الماضي كده بس ليها تاريخ كبير قوي، فهو هيكلمنا عن المستشفيات في الباست أو في الماضي والمستشفيات nowadays أو الأيام اللي احنا فيها دي في العصر الحديث، وبيعرفنا الفرق بينهم. فهنا بيقول لنا read and learn. read and learn اقرأ وتعلم. hospitals المستشفيات have many doctors فيها دكاترة كتير nurses وممرضات and other specialists متخصصين آخرين who are trained اللي اتدربوا to care for you علشان يعتنوا بيك. Let's talk about hospitals. خلينا نتكلم عن المستشفيات in the past في الماضي and hospitals now والمستشفيات الآن. Hospitals in the past المستشفيات في الماضي و first طبعا أولا. فبيقول لنا هنا such as مثل منصوري هوسبيتال مستشفى المنصوري. It is an example. It was built in 1248 سنة 1248 يعني بقالها تقريبا 800 سنة. المستشفى دي كانت موجودة في مصر من 800 سنة. It could hold more than 4000 patients. هي ممكن تحتوي على أكثر من 4000 مريض. It has different areas. هي فيها أماكن مختلفة such as مثل a huge lecture hall قاعة ضخمة لمحاضرات a school مدرسة كمان an orphanage يعني إيه ملجأ أو اللي هو ملجأ للأيتام a mosque وجامع for Muslim patients للمرضى المسلمين and a church وكنيسة for Christian patients للمرضى المسيحيين
A doctor would visit each patient. الدكتور ممكن يزور كل مريض and record his observations ويسجل ملاحظاته on the patient's card في الكارت بتاع المريض. كان كل كارت كل مريض ليه كارت. الدكتور بيكتب فيه الملاحظات بتاعته to give him treatment علشان يديله العلاج الصح بتاعه. بيقول لك هنا second ثانيا hospitals now المستشفيات بقى النهاردة اليوم دلوقتي. مجدي يعقوب Global Heart Foundation مؤسسة مجدي يعقوب العالمية للقلب in أسوان في أسوان is an example هي مثال على ده. It was built in 2009 هي اتبنت سنة 2009. A new center is also being built in Cairo وكمان مركز جديد اتبنى في القاهرة. The hospital has the latest technologies. المستشفى فيها أحدث التكنولوجيا. They provide training for doctors and nurses. هم بيوفروا تدريب للأطباء والممرضات and free medical services وخدمات طبية مجانية. Hospitals المستشفيات today النهاردة اليوم have an organized medical services فيها خدمات طبية منظمة including متضمنة surgery الجراحة or pediatrics. pediatrics اللي هي children doctors children's doctors أو أطباء الأطفال اللي هي البيدياتريكس. Today النهاردة most hospitals أغلب المستشفيات serve fewer than 800 patients بتخدم أقل من 800 patient 800 people 800 people أقل من 800 مريض 800 إنسان. Hospitals المستشفيات now الآن have different areas فيها مناطق مختلفة أو أماكن مختلفة such as زي pharmacy الصيدلية such as مثل pharmacy الصيدلية laboratory المعمل physical therapy العلاج الطبيعي departments الأقسام دي and emergency والطوارئ كمان. Read and learn then answer the questions. اقرا وتعلم وبعدين جاوب على الأسئلة. Hospitals nowadays المستشفيات النهاردة and hospitals in the past والمستشفيات في الماضي have some things in common فيها أشياء موجودة في العموم. Also there are Egyptian doctor today وفي كمان أطباء مصريين النهاردة Egyptian doctors today who continue to make significant contributions مساهمات ضخمة بيعملوا مساهمات ضخمة to medicine لعلم الطب like دكتور مجدي يعقوب زي دكتور مجدي يعقوب and دكتور نجوى عبد المجيد ودكتورة نجوى عبد المجيد. بيقول لنا هنا دكتور مجدي يعقوب. مجدي يعقوب is known for his study of the heart. He has won many awards such as the World Health Organization for Humanitary. Humanitarian Service. The award of the Nile for Science and Humanity. Humanity. يبقى هو حصل على جائزة كبيرة في علم الطب من منظمة العالمية للطب والإنسانية وكمان خد جائزة النيل للعلم والإنسانية. دكتورة نجوى عبد المجيد. نجوى عبد المجيد studies heredity اللي هو علم الوراثة and how traits are passed from parents to their children. She was the 2002 winner of the
لوريال يونسكو Award for Women in Science for Africa for and Africa and in Africa and the Middle East. تمام، هي خدت جائزة اليونسكو لدور المرأة في الطب وفي أفريقيا والشرق الأوسط. طبعا هنا ده ال homework. طبعا في activity تاني في الدرس ده اسمه patient and doctor، المريض والطبيب. فبيقول لنا هنا read and learn then answer the questions. If you want to be a doctor، لو انت عايز تبقى طبيب، you will need to know how to ask good questions. انت هتحتاج ان انت تسأل أسئلة كويسة. To diagnose عشان diagnose يعني تشخص، تقوم بتشخيص، تحدد المرض ايه، تقوم بايه تشخيص. The illnesses الأمراض and injuries والجراحات of patients الخاصة بالمرضى. فبيقول لنا هنا match each doctor's question with the suitable answer. وصل بقى كل سؤال من أسئلة الطبيب بالإجابة المناسبة. فبيقول لك هنا when patient of your when part of your body is when what part of your body is bothering you. Bothering you يعني بيزعجك. يزعجك أي جزء من جسمك بيزعجك. والسؤال التاني بيقولك since when is your stomach bothering you. stomach يعني المعدة. امتى من امتى معدتك بتوجعك. How tired is it. قد ايه هي مؤلمة. What treatments have you tried already بالفعل. ايه الادوية اللي انت جربتها بالفعل. دي الاسئلة. طبعا الانسرز drinking hot tea it hurts so much my stomach 3 days ago. طبعا هنا دي الانسرز، فانت هتعمل matching بين الquestions والانسرز. هنا بيقول لك medical tools او الادوات الطبية. Read the paragraph, then answer the question. فبيقول لك هنا medical tools are important devices used in medicine. هي أدوات مهمة بنستخدمها في علم الطب. The origin of the medical tools of ancient Egyptian like the old metal surgical tool. أصول الأدوات الطبية بيرجع للقدماء المصريين زي الأقدم أداة طبية جراحية. were discovered اللي تم اكتشافها in the tomb of Kar في مقبرة Kar. these tools الأدوات دي are now preserved. الأدوات دي دلوقتي محفوظة in the Imhotep Museum في متحف إمحوتب in Saqqara في سقارة. We found other old tools. احنا لقينا كمان ادوات قديمة such as مثل medical saws. saws يعني خياطة او ابر خياط. which is used for surgery. اللي بنستخدمها في الجراحة. a tool with which was used to make bells. أداة كمان كانوا بيستخدموها عشان يعملوا بيها الحبوب الدواء. pills. these tools الأدوات دي are primary sources. هي مصادر أولية because we can see it in museums. إحنا ممكن نشوفها فين في المتاحف. old tools الأدوات القديمة like forceps زي الملقاط، hooks والخطاف، drill والرداء، spoons والمعالق and knives والسكاكين were used in many procedures were used in many procedures اللي كانوا بنستخدمها في خطوات كتيرة. many of these old tools are still used today. كتير قوي من الأدوات دي
لسه بنستخدمها النهاردة. Some of these tools, بعض الأدوات دي, were found by archaeologists. بعض الأدوات دي تم اكتشافها أصلا عن طريق إيه؟ علماء الآثار. طبعا هنا ده homework. بعدين عندنا activity 2 و3 homework, وعندنا اخر حاجه عندنا اخر حاجه طبعا lesson 8 لليسون 10 البروجكت او المشروع my story. هنكتب ستوري جميله. فبيقول لك هنا use the separate gift, استخداما الهدايا المنفصله of puppets الخاصه بالعرائس, and follow the instruction below, واستبع الخطوات اللي تحت to write, علشان تكتب two different stories, قصتين مختلفتين, expressing بتعبد معبرتين, the settings, setting المكان, the problem and المشكلة, and the possible solution, والحل المحتمل, الحل الممكن يعني, for each story. فنكتب two stories أو قصتين مختلفتين, وهنعرضهم بالpuppets أو بالعرايس اللي احنا بنحركها من بعيد بالخيوط دي, وهنكتب في كل story مشكلة والحل الممكن ليها. فهنا أول حاجة بيقولك إن طبعا هنا أصدقائنا قاعدين بعمل puppets اللي هيستخدموها. Press out the two puppets of Adam and امحطه. طبعا استخدم العروستين او حضر العروستين بتاعت ادم ومحطب. تمام. بريس اوت يعني انت هتلاقيها في هم مطبوعين في ورقه, هتقطعهم الورقه, هتضغط عليهم فتطلعهم الورقه. بريس اوت ذا اذر تو puppets اوف مونا اند دكتور. اقطع كمان العروستين التانيين بتاعت مونا وبتاعت الدكتور. Stick each puppet to a straw. وصل كل puppet أو كل عروسة منهم بقشة كده أو بشفاطة كده. Use the puppets, استخدم العرائس, with your family, مع أسرتك, members, أفراد أسرتك, to make the following two different stories, عشان تعمل القصتين التالتين in the next page, في الصفحة التالية. طبعا الـ first story في next page بيقول لك use the two puppets of Adam and Imhotep to imagine, علشان تتخيل, a story of Adam who feels sick and Imhotep who give him help to feel better. طبعا Imhotep بيعالج آدم في الستوري الأولانية. فطبعا هنا بيقول لك الكاركترز أو الشخصيات آدم وImhotep. بيقول لك بقى السيتنج, هتتخيل هما المكان بتاعهم فين, والبروبلم أو المشكلة اللي هو آدم معيان, والpossible solution أو العلاج اللي هيقدموه لمين؟ امحطب. طبعا هندي دي الستوري بقى تكتب فيها اللي حصل بالظبط, وطبعا هتبتدي بالمقدمة وبعدين الأحداث وبعدين بالخاتمة. Second story أو القصة الثانية, هتستخدم ال two puppets of Doctor and Mona, العروستين بتاع الدكتور والمونا, to imagine a story of Mona who feels sick and the doctor who gives her help to feel better. نفس الكلام, الدكتورة هيعالجها ازاي, فالكاركترز او شخصيات منى والدكتور, السيتنج المكان, البروبلم والبوسيبل سولوشن, وهتكتب في الاخر هنا الستوري بعد ما تحدد الحاجات دي. وبكده نكون انهينا شابتر 3 وانهينا معاه شرح درس النهارده. اتمنى تكون استفدت من الدرس. لو عجبك الدرس اعمل لايك, اتمنى الاقي 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. الأهم إن أنت تشارك الدرس مع أصحابك علشان الكل يستفيد. ما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك والمجموعة بتاعتنا كمان. أنا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن أو في الوصف أسفل الفيديو. وفي الختام أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه, والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.